الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 18 من كورس إنشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريمورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزئية شاشة المعلمين. طبعا في الدروس السابقة أو يمكن أكتر الدروس اللي احنا اشتغلنا بيها اشتغلنا بطرق مختلفة شوية، يعني اشتغلنا باللايف واير، اشتغلنا بالطريقة العادية اللي احنا في الكنترولر عن طريق الانسيرت العادي، وان شاء الله قدام مستقبلا بإذن الله برضو هنشتغل بطريقة الاجاكس. والنهاردة ان شاء الله هنشتغل بجزئية مهمة جدا، كلمة دايما انت بتسمعها بتتردد قدامك بشكل كبير، بس احيانا يمكن ما تعرفهاش او ما تعرفش ايه كم الاستفادة اللي انت هتشتغل بيها. حاجة اسمها ديزاين باترن. انت بتسمع عن الكلمة دي كتير جدا وما انتش عارف ايه هي اصلا، او ممكن بعض الناس عارفة او ما تعرفش. طبعا عشان ان انا اتطرق ان انا اشرحها لك بشكل كافي او تفصيلي، ده يحتاج دروس كتير جدا ان انت تتعلم الجزئية بشكل احترافي يعني. فاحنا هنستخدمها في جزئية المدارس عندنا، وهن يعني هنشرح على قد الجزئية اللي احنا هنستخدمها. فكرة الديزاين باترن ان هي يعني باختصار شديد جدا ان هي بتنظم لعملية الكود بتاعي. يعني ايه بتنظم لعملية الكود؟ بتخلي الكود بتاعي تهندل بشكل صحيح وما يعملش لود على السيرفر بتاعي، وفي نفس الوقت تبقى الامور تمام ومستقرة معايا. دي حاجة باختصار شديد جدا. طيب باشمهندس، هو سؤال بسيط جدا، هل يستدعي ان انا اشتغل بالجزئية ديت ولا لا؟ ده حاجة ترجع لك انت بعد الفيديو النهاردة، انت هتقرر عايز تشتغل بيها او لا، بس هي هتفيدك قدام في اكتر من حاجة. ايه هي؟ احنا على سبيل المثال شغالين النهاردة في الابليكيشن بتاعنا بتاع المنصة التعليمية. فانت دلوقتي قدمت الابليكيشن بتاعك في مدرسة النهاردة، كلام جميل. لو انت تشتغل بجزئية ديزاين باترن ومثلا في وقت من الاوقات جه المدرسة قالت لك احنا عايزين نعمل ابديت على الابليكيشن ده، عايزين نحدد شوية حاجات، عايزين نضيف شوية حاجات والكلام ده كله، لو انت شغال بالجزئية اللي انا بتكلم عليها هتحس ان الامور سهلة جدا معاك وانت بتعمل ابديت على السيستم بتاعك. عكس لو انت شغال بالطريقة العادية بيكون بتقدر تعمل ابديت وفي نفس الوقت برضو بس بتتعب الى حد ما شوية. الحاجة التانية والمهمة، في وقت من الاوقات لما بيحصل عند اي ايرور او اي حاجة في الكود بتاعي بيكون الكود متهندل بشكل صحيح، فبروح في الحتة المناسبة وظبط الدنيا. الحاجة التالتة والمهمة جدا ان احنا هنخفف الاكواد كتير جدا جوه الكنترولر. تخيل كده ان شاء الله لما نشتغل قدام او انت تشتغل في يوم من الايام في ابليكيشن كبير جدا وتلاقي حجم الفانكشن اللي داخل الكنترولر كتير جدا، فانت هتحس بمضمون الكلام انك داخل الكنترولر عبارة عن مشرحة. يعني هيكون عند فانكشن للسيرش، فانكشن مش عارف ايه، فانكشن ما اعرفش ايه، فانكشن، هتلاقي تحس ان الكنترولر ده بقى بص بالنسبه لك تحس ان هو بقى مخزن كبير جدا 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 وشكله مش لطيف، والكود يعني بص عمليه الكود نفسها بتعمل يعني هيتك جامد قوي على السيرفر عشان نعمل الكلام ده كله. ففي الحاله دي احنا هنوظف الجزئيات دي بس بعد الفيديو النهارده. لو انت مش عايز تشتغل بالطريقة دي عادي خالص جدا، اشتغل بطريقتك اللي تعجبك وتريحك. لو جاهز معايا الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناة. يلا بينا. مبدئيا احنا كده دلوقتي عايزين اول حاجة، طبعا انا يعني اختصرت الكلام بما ان خلاص احنا كل حاجات بقينا عارفينها. اول حاجة انا انشأت اول حاجة هنا عملت موديل، كلام جميل، رحت على الموديل عملت موديل اسمه تيتشر، ادي اول خطوة. وطبعا انشأت الحاجة التانية عندي هنا، عندي كنترولر، في الكنترولر عندي هنا الفولدر اسمه تيتشرز وجواه تيتشر كنترول كنترول. معلش انا هنا اخطأت وحطيت اتنين كنترولر مرتين، فخلينا نحذف دي بس كده عشان ايه ما تسببش لنا مشاكل بعدين. احنا ممكن هنا نشيل دي الريسورس ونيجي هنا نقول له انشئ لنا كنترولر بالشكل ده تمام، عشان يبقى الكنترولر بتاعي بشكل صحيح. ده كنترولر عادي خالص اللي هو ريسورس، سيبك منه دلوقتي ما تركزش معاه خالص عشان احنا هنشتغل فيه حاجات تانية ان شاء الله.
طيب مبدئيا كده احنا عملنا الموديل بتاعنا، عملنا الكنترولر بتاعنا، وامورنا كلها تمام. عايزين نشوف بقى الداتابيز اللي في التيتشرز هيتحافظ فيها ايه او الكلام ده كله. مبدئيا هنا ايه الجدول او الحاجات اللي هتكون موجوده في جدول التيتشر؟ طيب تعالى بس كده، انا واخد بس الـ 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 ده طبعا البروجكت اللي انا بشتغل عليه قبل ما بعمل عمليه تسجيل او الكلام ده كله، اختصارا بس للوقت، عشان ان انا يعني صعب ان انا اكتب الكود ده كده كبير جدا قدامك والكلام ده كله، فبياخد عمليه وقت كبيره جدا. فهنشرح اول جزئيه ان شاء الله. طيب ده التيبل بشكل كبير جدا هو هيكون في جدول التيتشر، وان شاء الله واحنا ماشيين قدام لو عايزين نضيف حاجه او الكلام ده كله هنضيف. اول حاجه انا عندي هيكون عندي الاي دي، ويكون عندي الايميل بتاع الشخص، وعندي الباسبور الباسورد، وعندي الايميل، وعندي التخصص بتاعه، وعندي الجندر اللي هو اللي هو سواء ولد او بنت او الكلام ده كله، وعندي تاريخ التعيين بتاعه، دخل جوه المدرسه امتى او اشتغل عندي امتى، وعندي العنوان بتاعه. طيب هنا انا لاحظت حاجه غريبه حصل كده يا باشمهندس، انت عاملها هنا عايز اشوفها. ايه هي؟ إيه في حاجه اسمها سبيشاليزيشن اللي هي التخصصات. انا هنا دلوقتي عملت ربط او عملت فورين كي مع جدول اسمه سبيشاليزيشن. طيب سؤال بسيط قوي جدا، التخصصات ديت بنسبه كبيره او بنسبه 70 او نقول بنسبه 80% بتكون حاجات ستاندر او ثابته جوه المدرسه. يعني عندي مثلا تخصص مثلا مدرس حاسب الي، مدرس علوم، مدرس رياضيات، مدرس عربي، مدرس مش عارف ايه الكلام ده كله. مش هيجي في يوم وليله تخصص جديد يحصل عنده، الا يعني لو في وقت من الاوقات حبينا نعمل لها شاشه فممكن نعمل لها شاشه. طيب انا حاجات هتكون عندي ستاندر وثابته وما بتتغيرش، ايه اللي يخليني اعمل فورما واقعد اكتب فورما واعمل كنترولر ليها وي وي والكلام ده كله؟ ما انا ممكن استخدم جزئيه تانية مهمه جدا، عمليه السيدر. احنا اتعلمنا السيدر، كلام جميل، ادا بالنسبه لي عمليه التخصصات. طيب ادا واحده. عندي حاجه تانية اسمها جندر اي دي، اللي هو انا عايز ان انا يبقى ولد او بنت، ميل في ميل او الكلام ده كله. طيب باشمهندس هو سؤال بسيط، طب ما انت كان ممكن تعمل سيلكت عادي وتعمل اوبشن وتحط الحاجات دي ستاندر وتثبتها. اقول لك ما احنا بنشتغل ترانسليتابل، يعني بنشتغل بترجمه، ففي الحاله ديت انا عايز جدول يكون مترجم يمين وشمال، في اللحظه ديت لازم اعمل جدول تاني اسمه الجندرز مثلا على سبيل المثال واحط فيه الحاجات بتاعتي. طيب لاحظت حاجه كده لفتت نظرك او لفتت انتباهك، ان انا حطيت الفورين كي هنا. ليه انا حطيت الفورين كي هنا؟ مع ان يا باشمهندس انت بتعودني ان في كل درس بنشتغل فيه في الجزئيات قبل كده كنت بتحط الفورين كي هنا. انا كان عندي في المايجريشن كان عندي حاجه اسمها فورين كي، كنت بتحط الفورين كي. اقول لك ليه انا عملت كده، لان انا جالي كميه رسائل كتير من ناس كتير جدا، باشمهندس احنا تايهين جدا في عمليه الفورين كي، احنا متعودين ان احنا بنحط الفورين كي في كل جدول بتاعه يخص بتاعه. فانا حبيت ان انا اتعمد النهارده ان انا اعملها لك في نفس الجدول عشان ما يسببش ليك مشاكل، عشان بس ابين لك ان انت تقدر تشتغل بالفورين كي في جدول منفصل لوحده، وتقدر تشتغل بالجزئيات على حسب ما انت عايز. طيب مبدئيا الاول كده دلوقتي احنا ما ينفعش نعمل مايجريشن للجدول ده. ليه لو عملنا مايجريشن للجدول؟ لو عملنا مايجريشن للجدول ده هيحصل عندي خطا كبير جدا. اول حاجه انا عامل علاقه مع جدول هنا وجدول تاني، عامل علاقه مع جدولين. طب هما الجدولين اصلا فعليا ما اتعملش ليهم كرييت او ما اشتغلوش بشكل كافي او ما حصلش اي حاجه من الجدول ده، فايه اللي هيحصل عندي هنا؟ فيحصل عندي مشكله كبيره. طيب خلينا بقى مبدئيا كده الاول نعمل الجدول بتاعنا. طيب نسيب جدول التيتشر كده خالص على جنب، المفروض يكون عندي اول جدول هنا. انا عندي هنا المفروض خلينا نبدا مبدئيا بالجندر، طبعا ده البروجكت اللي احنا شغالين عليه اللي انا شغال عليه. انا عندي مثلا الجندر، خلينا الاول كده بس اختصارا للوقت نقول له احنا هنشتغل على موديل اسمه جندر. تمام. طبعا بعض الناس يا جماعه انا بقولت عمليه الاكواد اختصارا للوقت ليس الا بس، يعني تمام خد بالك من الجزئيات ديت جدا عشان تبقى انت واخد بالك منها في وقت من الاوقات. انا دلوقتي على سبيل المثال عملت موديل اسمه جندر. طيب الموديل الجندر ده هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه الاسم بس اللي هو مثلا ميل في ميل حاجات زي كده بس، مش هيكون مش هحتاج حاجه فيه تاني خالص غير كده يعني. يعني ما اعتقدش ان في حاجه هتكون زياده. طيب ففي الحاله ديت اول حاجه انا هاجي هنا
عندي اول حاجه المفروض انا بشتغل بالترانسبيتابل، المفروض انا عندي ان الجزئيه بتاعت اسم الجدول اللي هو ميل في ميل الكلام ده كله هيكون في عندي البابليك ترانسبيتابل النيم، وهيكون عندي الفيلابل نيم. ادي اول جزئيه عندي تمام لغايه الان، تمام وخلصنا منها. طيب نروح هنا على الداتابيز، نروح على ميجريشن، في عندي جدول اسمه جندر. كلام جميل، ايه اللي هيكون في جدول الجندر ده؟ هقول لك تعالى. طيب انا بشتغل معاك دلوقتي بطريقه كده وحابب اعملها قدامك عشان يحصل فيه غلط عشان تشوفه. انا بتعود برضو اوديك كل حاجه اهو، انا بشتغل بعادي اهو. انا كده عندي جدول اسمه جندر، كلام جميل حلو قوي. هيكون فيه الاي دي، وهيكون فيه سترينج عباره عن النيم، وعندي التايم ستامب بتاعي. طيب ادي اول خطوه عملناها، عملنا جدول اسمه الجندر. هيكون عندي جدول تاني اللي هو بتاع التخصصات بتاعتي اللي هو السبيشاليزيشن. تمام، هنروح هنا على جدول تاني. طيب خلينا الاول نروح على الاب HTTP، نروح على الموديل. نفس القصه هيكون عندي موديل تاني اسمه سبيشاليزيشن اللي هو بتاع التخصصات. معرفش هل انا نطقي صحيح ولا لا، فاعذرونا يعني. تمام، هنا دلوقتي لو روحت على الاب على ال HTTP هيروح عندي هنا الجدول. شايف جدول التيتشر؟ اه، الجدول اللي هو بتاع الجندر هيكون نفسه هو الجدول بتاع التخصص. ليه؟ انا برضو نفس القصه، هيكون عندي التخصص اسم بس، نوع يعني نوع التخصص، مثلا مدرس عربي، مدرس حاسب آلي، مدرس مش عارف ايه. فاذا هيكون عندي نيم واي دي مش اكتر. كلام جميل حلو قوي. هروح على الداتابيز، نروح على جدول التخصصات، ده جدول الجندر، ناخد نفس اللي في الجندر نحطه هناك كوبي، نروح على التخصصات. طبعا انا بالنسبه لك بشتغل حاجات سريعه لان انت خلاص بالنسبه لك بقيت فاهم الجزئيات دي كويس. انا بعمل ايه يعني؟ انا يعني صعب ان انا اشرح لك بالتفصيل الممل احنا بنعمل ايه دلوقتي، لان انت بالنسبه لك خلاص بقيت عارف ان انت تقدر تعمل كرييت لموديل، وتعمل لجدول، وتعمل مايجريشن عليه، وتعمل علاقاتك، وخلاص انت بالنسبه لك الحاجات دي كلها بقت يعني نقول حاجه بقت واضحه. تمام 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 كده. بالنسبه لي انا انشات الجداول بتاعتي وانشاتها تمام، وعايز اعمل مايجريشن ليها او مايجريت فيها. طيب سؤال بسيط جدا، تعالى كده نتفرج على اول جزئيه، ادى الداتابيز وادى المايجريشن. هو لما هيمشي هيمشي ازاي؟ اقول لك المايجريشن بيمشي ازاي. بيمشي كده، هينشئ اليوزر، بعد كده ينشئ الباسورد ريسيت، وبعد كده ينشئ كده، يمشي 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 يمشي، هيقف هنا. هو هينشئ جدول اسمه التيتشرز. كلام جميل. طب انت في التيتشر هنا، تعالى كده، انت في التيتشر عامل علاقات مع جداول تانية. كلام جميل. طب هو الجداول التانية المفروض فعليا ايه اللي يحصل؟ ان هي تتنشأ الاول قبل التيتشر. يعني احنا لو جينا هنا فضلنا نمشي وراح واقف هنا عند التيتشر، فانت بتقول له انا في علاقه مع جدول اسمه جندرز، وعلاقه تانية مع جدول التخصصات اللي هو السبيشاليزيشن. كلام جميل، انت في علاقه مع الاثنين دول. طب هو هيروح يدور عليهم مش لاقيهم، فدايركت على طول هيديلك ايرور، يقول لك انا مش فاهم مين دولت، هم اصلا انت بتقول لي علاقه مع الناس دي، هم مين الناس دولت انا مش عارفهم. ففي الحاله ديت لازم اخلي ان جدول التيتشر هو يكون اخر حاجه بعد ما الجدولين دولت يتعملوا. اعمل الجزئيه دي ازاي؟ بمنتهى السهوله جدا، هروح على البروجكت بتاعي، انا بحب دايما اعدلها من جوه البروجكت نفسه يعني. هروح على البروجكت بتاعي هنا في الداتابيز في المايجريشن، واقف هنا على جدول التيتشر سي مثلا، واقول له مثلا ده هيكون يوم 19 مثلا. يعني انا بقول له ان هو اتكريت يوم 19/3، او ممكن اعمل الاثنين دولت مثلا على سبيل المثال، يعني لو عشان تتكلم منطقي احنا النهارده 18، فنقول مثلا ده سي مثلا 17. انا يعني انا عايز اتكلم معاك منطقيا لوجيك يعني. تمام، نقول النهارده 17 والجدول ده انشاناه يوم 18 مثلا على سبيل المثال. طيب سامعك بتقول كلمه، ايه هي؟ طب يا باشمهندس انا ايه اللي خلاني تعبني؟ طب ما انا كنت عملت جدول الجندر الاول، وبعد كده رحت عامل جدول التخصصات السبيشاليزيشن، وبعد كده رحت عامل جدول التيتشر. صح مش غلط، بس انا اتعمدت اعملها قدامك كده عشان تبقى انت فاهم اليه المايجريشن ماشيه ازاي. بس انا بحاول افهمها لك عشان تبقى انت مستوعب جزئيه من الجزئيات دي ممكن تحصل معاك بعدين قدام يعني. تمام، فانا حبيت ان انا الفت انتباهك لحاجه زي كده.
لاحظ هنا على طول نزل عندي بقى جندر وعندي الجدول بتاع التيتشرز خلاص بقى تحت. طيب خلينا الاول مبدئيا نقول نشوف هل هيحصل معانا مشكلة ولا لا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم php artisan migrate ونعمل كنترول. هو دلوقتي بينشئ الجداول حلو قوي، انشئهم في الداتابيس. تعالى كده لو رحنا على الداتابيس بتاعتنا هنا، تمام، لو رحنا على اد تيتشر كلام جميل، رحنا على الاستراكشر بتاعي المفروض يكون عندي فورين كي، تمام، هو سمع بالفورين كي تمام وصحيح وزي الفل لغايه الان، احنا تمام وزي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس، انا عايز مبدئيا ان انا اعبي الجدول بتاع التخصصات وجدول بتاع الجندر اللي هو الجنس والكلام ده كله. احنا قلنا طبعا ان احنا هنعمل ملف سيدر، فبالتالي انا عملت هنا لو رحنا على الداتابيز رحنا على السيدر كريت حاجتين، كريت حاجه اسمها جندر تيبل سيدر والتخصصات اللي هي سبيشاليزيشن. طبعا الكلمه تحس ان هي متعبه قوي يعني، فاعذروني ان انا هقعد اردد الكلمه دي فتحس ان هي متعبه مش عارف ليه يعني. تمام، فانا المفروض دلوقتي كده تمام خلاص بالنسبه لي، تمام خلاص عملت دولت. طب الامر بتاعي خلاص احنا عارفين اللي هو بي اتش بي ارتيزن ميك واقول سيدر واكتب اسم السيدر بتاعي وعرفناه. طيب انا قلنا ان في حاجات هتبقى ستاندر ثابته جوه الجدول بتاعي وخلاص ما بتتغيرش او الكلام ده كله. نروح على الجندر الاول. طيب في جدول الجندر انا هنا يعني هكون محتاج، انا ما عنديش غير نوعين من الجندر اللي هو مثلا ميل او فيميل، مظبوط، بس انا عايزهم يدخلوا بعمليه ترجمه، يعني انا عايز ان هم اصلا يدخلوا بالترجمه بتاعتي او الكلام ده كله. تعال نشوف كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الكود بتاعنا ونبدا نشرح. يعني اول حاجه في البدايه انا هستخدم الدي بي، بقوله الدي بي الجندرز ديليت يعني ايه. طب اول حاجه ما تنساش ان انت تعمل هنا امبورت للدي بي، احنا بنشتغل بالدي بي فما تنساش تعمل امبورت للكلام ده كله. على فكره في ناس بتعمل كده، انا برضو عايز ابين لك حاجه اللي هي يوز ويروح عامل كده دي بي، في ناس بتشتغل بالجزئيه دي برضو، يعني لو انت عايز تشتغل بيها في ناس بتشتغل بالجزئيه ديت او على حسب ما انت عايز يعني. فانا دايما بحب افضل ان انا اشتغل بالجزئيه اللي لارافيل بيعملها لي يعني. تمام، طيب انا هنا الكود الاولاني ده فايدته ايه؟ فايدته ان انا كل ما اجي اعمل بي اتش بي سيد هو دايركت على طول هيمسح القديم ويحط جديد عشان ما يعملش ليه دوبليكيت ويكرر لي الجدول مره اخرى. فانا عملت متغير هنا في اري، قلت له في الانجليش هيبقى اسمه ميل، في الانجليش اسمه فيميل، والميل هيبقى اسمه ذكر والاي ار هيبقى انثى. وعملت فوريج على الجزئيه ديت عشان قلت له بعد كده هيدخل في جدول الموديل بتاعي، وبرده ما انساش ان انا اعمل امبورت للموديل بتاعي هنا واقول له كرييت وحط لي النيم. طبعا احنا عندنا الكولوم واحد بس، النيم حط لي فيه اللوب اللي جاي لي من الفوريج. ادي اول جزئيه تمام في جدول السيدر. طيب الخطوه الثانيه عندي في التخصصات، المفروض دلوقتي نفس القصه زيها بالظبط اهو، اجي هنا نشرح بس الجزئيه دي. طبعا يا جماعه انا بقول لكم يعني صعب عشان اكتب كل كود ده قدامك، الفيديو هيطول كتير جدا جدا يعني، وانا من الناس الجماعه اللي يعني ما بيحبش يسيب كل حاجه، فعشان نكتب كود واشرح بالتفصيل انت عايز لك 3 4 ساعات في الفيديو، فالناس هتمل مني يعني. تمام، فاول حاجه هنا اعمل امبورت للدي بي، وهنا اعمل امبورت للموديل بتاعي. نفس القصة قلت له دلوقتي لما اجي اعمل بي اتش بي سيد المفروض ان انت هتمسح لي اللي في الجدول القديم وتبدا تحط لي الحاجات الجديدة. انا قلت له هنا في الانجليش هيبقى اسمه عربي وهنا عربي عربي، يعني ايه يا باشمهندس ده؟ الراجل ده مدرس لغة عربية يعني، مثلا انت ممكن تسميها لغة عربية اهو، انت تعالى كده مثلا لغة عربية ايا كان المسميات، الساينس مثلا مدرس علوم، الكمبيوتر مثلا حاسب آلي، الانجليش على حسب ما انت عايز تسمي سمي يعني، حط المسميات اللي هي الستاندر الموجودة جوه كل مدرسة او التخصصات كلها وريح دماغك خالص وهو يبقى يختار براحته ايا كان يعني. تمام، طيب عشان ان انا ارن الكلام ده كله لازم يحصل عندي حاجة هنا في الداتابيس، المفروض انا عايز اتنين زي دولت، لو جيت هنا قلت له واحدة والتانية. اول حاجة انا عايز حاجة اللي هي بتاعت التخصصات اعمل لها رن اهي، تمام، وعندي حاجة تانية بتاعت الجندر. طيب تعالى كده نقول تمام لغاية الفل
لغاية الآن تمام وزي الفل وكل شيء تمام. طيب في حاجة بتحصل هنا، إيه هي؟ لو رحنا على الداتابيز، إحنا كان عندنا جدول الجنسيات موجود، يعني لو رحنا هنا كده في جدول الجنسيات، تعالى كده بس أنا بقول لك حاجتين معلومة ممكن تكون عارفها وممكن ما تكونش عارفها. طب هو الجدول هنا سيد تمام وزي الفل، أنا عايز إن أنا أعمل رن للاتنين دول بس. لاحظ أنا عايز أعمل رن للاتنين دول فقط، بس هما اللي يشتغلوا. أنا لو عملت أصلاً الأمر بتاعي اللي هو بي اتش بي ارتزين ميك سيد، هو هيعمل سيد على كل اللي موجود جوه هنا. في لاحظ كده هو بيدخل هنا على حاجة اسمها داتابيز سيدر، هنا هينفذ كل الفانكشن اللي موجودة هنا، هيعمل رن لكل الكلام ده، بس أنا عايز أعمل رن للاتنين دول بس، مش عايز أعمل رن للتلاتة اللي فوق. أعمل كده إزاي؟ بمنتهى السهولة، أنا ممكن هنا أختار الحاجة اللي أنا عايز أعملها رن بس. بمعنى أنا هاجي هنا أحدد، أنا بقول له بي اتش بي ارتزين دي بي سيد كلاس، أنا عايزك تعمل لي رن للكلاس بتاع الجندر. تعال نجرب نشوف هل يا ترى هيعمل رن له ولا لأ. عمل كلاس للحاجة بتاعت الجندر بس. طب تعال نروح على الداتا بيز نشوف فعلا هو عمل كلاس، عمل ليها رن ولا لأ. نشوف في الجندر يا ترى هو دخلها عندي ولا لأ. أهو عندي الايميل واسمه الميل والفيميل، كلام جميل. عندي إيه تاني؟ عندي التخصصات أهو. اجي هنا اغير بس كل اللي انا عايزه اهو، ادا قلت له التخصصات شغلها لي، معلش انا اسف. هنا نيجي هنا تحت ونقول له اعمل ران للكلام ده كله، عمل لي ران ليها اهو. لو جينا نروح عندي هنا التخصصات هيقول عربي وانجليزي ومش عارف ايه والكلام ده كله، نزلها لي. لو انت عايز تريح نفسك في وقت من الاوقات وتيجي تعمل الامر ده، طب تعالى نعمل الامر ده يا باشمهندس ونشوف ايه اللي هيحصل. هل هيحصل ايه؟ ولا هيحصل اي حاجه، هيعمل ران لكله. لاحظ في عندي خطأ، تعال نشوف ايه الاخطاء اللي موجودة عندنا هنا. بقول ان في خطأ عندي في الفورين كي وحاجات زي كده، عشان هنا بيقول لك ان في المذر بتاعت الاي دي موجودة. طيب خلينا بقى واحدة واحدة، احنا يعني ايه بنحب دايما نشوف كل اخطائنا. طب تعالى كده نعمل مايجريت فريش كده عشان ننظف الداتابيز كده بعد الشغل بتاعنا كده، ونشوف ايه اللي هيحصل معانا، نشوف يا ترى ايه المشاكل اللي ممكن تحصل معانا. انا كده بعمل فريش، بنضف كل الداتابيز في الفورين كي، خلاص هو هيشتغل على القديم بتاعي خلاص، وهيبدا ياخد الفورين كي الجديده بتاعتي تمام وزي الفل. نشوف هل هيديني اخطاء ولا لا. تمام في التيتشر، تمام يا ترى هيقف هنا؟ ما وقفش، حلو قوي. هو كده دلوقتي عمل فريش اهو تمام زي الفل. نعمل هنا فريش كده بس، ايه مايجريت فريش، هو كده نظف الدنيا كلها تمام ومبقاش عندي اي حاجه خالص. حلو قوي. تعالى كده لو قلنا له بي اتش بي سيد، اعمل لي ران لكل السيد اللي عندي، عمل لي البلاد اللي هي بتاعت فصيله الدم، وهيعمل لي الجنسيات هيعملها تمام. وبعد كده المفروض بعد ما يخلص الجنسيات هيدخل على كذا، وبعد ما يخلص هيدخل على كذا، وهكذا الكلام ده كله. طبعا هو كان ضرب ايرور معايا في الاول عشان في جداول انا ضفتها وفي جداول مش عارف ايه والكلام ده كله، فبيعمل معايا المشكله دي. فانا عملت مايجريت فريش عشان انا انضف الداتابيز بتاعتي كلها وتبقى يعني تبقى اموري كلها تمام وزي الفل. هو عمل سيد دلوقتي في كل الحاجات اهوت، عند فصائل الدم وعندي كل حاجه تمام وزي الفل. احنا كده ظبطنا الجدول بتاعنا وكل شيء تمام. وعندي هنا في الجدول بتاعي المفروض في عندي علاقات هنا، ان هو هياخد من التخصصات وهياخد من الجندرز اهو، علاقاتي تمام وزي الفل. وفي نفس الوقت انا اشتغلت معاك ايه، اشتغلت معاك جدول الفورين كي جوه كل جدول، عشان ما تجيش بعدين تقول لا والله يا باشمهندس انا كنت متعود ان احطها في جدول وانت بتحطها في جدول منفصل عليه هي الفورين كي. طيب كده الخطوه الاولى تمام وزي الفل، وخلصنا الداتابيز بتاعتنا تمام وزي الفل، وتعتبر هي ديت الجزئيه الاصعب بالنسبه لك، ان انا ابني الداتابيز واعمل علاقات والكلام ده كله. هيظهر عندي طبعا كده دلوقتي المفروض ان انا اعمل ريجستر جديد، حتى كمان احنا ممكن نعمل سيدر في وقت من الاوقات هنا للادمن عشان يعمل لنا يوزر نيم وباسورد، يعني لو انت عايز تعملها، يعني عايز تعملها كان بيها، مش عايز تعملها برضو لك حريه الاختيار فيها يعني. فخلينا اقول هنا دلوقتي هذا الباسورد بتاعي تمام. كده الخطوة التانية تعتبر هي خطوة تمام وزي الفل. نيجي بقى على الجزئية المهمة جدا اللي احنا هنشتغل عليها. ايه هي الجزئية المهمة اللي احنا هنشتغل عليها؟ احنا هنشتغل النهاردة على حاجة اسمها ديزاين باترن. ديزاين باترن ديت قالك ليها قواعد او حاجات كده معينة هنمشي عليها
وان شاء الله نشوف الجزئيات بتاعتها هتمشي ازاي بطريقه صحيحه ان شاء الله. في البدايه مبدئيا كده انا المفروض عندي، خلينا بس كده نعمل حاجه نتاكد بس من الجزئيه هنا. احنا عايزين نعمل هنا زي كلمه كده تودينا مثلا قائمه المعلمين او الكلام ده كله. طيب خليني اجي هنا بمنتهى السهوله عشان بس اختصارا الوقت انا مترجم الموقع بتاعي، او يعني يلا بلاش، خلينا ايه نمشي مع الناس عشان بعض الناس بتتلخبط احيانا. هنروح على اللي اوتس، هنروح على حاجه اسمها المين سايد بار، انزل تحت. احنا شغالين فين؟ احنا شغالين فين؟ شغالين في التيتشرز. مظبوط مظبوط. همسح دي خالص. انا المفروض الاي اتش ريف ده المفروض يوديني على ايه؟ هيوديني على ايه؟ اهو هنفتح ال، نقول له وديني على راوت. ليه كده بي اتش بي ستورم؟ احنا اسفين، هتودينا على راوتس ايه؟ احنا بس نتاكد الراوت بتاعنا عاملينه ازاي. تعالى كده نروح على الراوتس على الويب. انا عملت راوت هنا، طبعا عندي هنا نيم سبيس. المفروض دلوقتي طبعا بما ان حاطط الكنترولر جوه النيم سبيس، فانا عايز اقول له مثلا تيتشر دوت اندكس مثلا. هقول له هنا تيتشر دوت ان دوت اندكس، تمام، عشان نتاكد ان الراوت بتاعنا شغال صحيح والدنيا زي الفل. هنروح على الكنترولر، هنروح على التيتشرز، نروح هنا على التيتشر كنترولر، نعمل هنا مثلا نقول له مثلا وليكن سي مثلا ايكو اي حاجه في اي حاجه يعني هاي مثلا اي حاجه، بس عشان نتاكد ان هو فعلا راح على الاندكس ولا لا. ونعمل هنا ريفرش. طبعا المسميات دلوقتي احنا يعني هنغير المسميات وهنعمل الترانسليشن وكل شيء تمام، يعني بالنسبه لنا الموضوع مش هيكون حاجة صعبة. لو جينا هنا وقلنا له على الكلمة ديت المفروض راح على التيتشرز وخلاص كده تمام. اذا انا الكلام بتاعي تمام زي الفل. حلو حلو. طيب لغاية الان احنا تمام وزي الفل. بالمرة يعني نيجي هنا نغير الكلام ده كله، عايزين نحط مثلا الايفنت بتاعنا، او طبعا احنا عايزين هنا نغير الكلام، فخلينا بس ايه اختصر بقى عشان المفروض في ترجمة والكلام ده كله، فاحنا نختصرها يعني. اللي اوتس المفروض المين سايد بار، انا عندي هنا هاخد بس الجزئيه دي انا بس عشان لسه ما عادش ان انا عشان اترجم يعني ممكن ياخد وقت طويل جدا مني يعني. تمام هاجي هنا في البروجكت بتاعي، في الريسورس، في اللانجويج، المفروض في الار انا مترجم ده في المين ترانس. طيب خلينا نفتح ده كده. عشان بس انقل بس الحاجات بتاعتي، المفروض احنا شغالين على الاتش، على هنا على اللانجويج، لانجويج على الاي ار، هنا في المين ترانس. المفروض دلوقتي انا عايز اقول له ده اعمله لي هنا، قلت له ريبليس غير لي الحاجات ديت، وهرجع كده في الانجليش، وهرجع هنا في الانجليش اخد ملف الترانسليشن بتاعي هنا احطه هنا. طبعا يا جماعه انا مترجم الكلام ده، بس انت طبعا اكيد فاهم الجزئيه ديت بالنسبه لك يعني مش صعبه يعني، بس انا عشان بس انا مترجم الكلام فعشان بس ما ياخدش مني وقت طويل في عملية الترانسليشن يعني. نعمل هنا ريفرش، المفروض يقول لي هنا قائمة المعلمين يعني، ده بناء على الترجمة اللي أنا عملتها. دي حاجات بالنسبة لك كلها سهلة يعني، أهي قائمة المعلمين لو ضغطت عليها هتوديني على التيتشر وطبعا على الإندكس، بس احنا شلنا الإيكو ديت يعني. طيب كده دلوقتي مبدئيا احنا تمام وزي الفل. عايزين بقى نعمل الديزاين باترن بتاعنا ونمشي بيه طريقة سليمة معايا. امشي بقى بأول خطوة كده معايا واحدة واحدة كده عشان تفهم الجزئية دي. الخطوة الأولى هاجي هنا أقفل بقى كل الكلام ده، نقفل كل الكلام ده وناخد بس أول جزئية عندي. أول حاجة احنا هنعمل فولدر هنا، هنيجي هنا على الآب، هنعمل كليك يمين ونعمل نيو دايركتري، نيو فولدر اسمه ريبوزيتري.
سمي الاسم كيفما تشاء، بس الستاندر بتاعه في حاجه اسمها الريبوزيتوري، وفي عندها حاجه اسمها الانترفيس، فدايما امشي بنفس الستاندر اللي الناس بتمشي بيه او القواعد اللي بتمشي بيها، لكن المسميات براحتك، يعني سميها زي ما انت عايز، دي حاجه ترجع لك. ادي اول فولدر. طيب جوه الفولدر ده هيكون في عندي حاجتين، جوه الفولدر ده حاجتين، ركز قوي كويس قوي بقى من اول الجزئيات اللي انا هتكلم فيها دي كويس جدا، ركز في الجزئيه دي جدا جدا جدا. هعمل فولدر هنا اول حاجه، هعمل كود بي اتش بي، هسميه ايه؟ هسميه تيتشر ريبوزيتوري انترفيس. طيب عملتها، ادا كود بي اتش بي اهو، تمام زي الفل. خلينا زي ما احنا كده، تمام. ادي اول الجزئيه. هعمل كمان فولدر تاني، او هعمل ملف بي اتش بي تاني مختلف شويه، اهو واقف انا واقف جوه الريبوزيتوري تاني اهو، واقول له ملف كمان بي اتش بي اسمه تيتشر ريبوزيتوري. حلو. اذا دلوقتي انا عندي ملفين بي اتش بي جوه الريبوزيتوري، عندي ملف اسمه تيتشر ريبوزيتوري، وعندي ملف تاني بي اتش بي اسمه تيتشر ريبوزيتوري انترفيس. طيب باشمهندس ايه الفرق بينهم، بين الاتنين دول؟ هقول لك واحدة واحدة وهنفهم كل جزئية. طبعا بعض الناس بيعمل الريبوزيتوري لوحده ويعمل الانترفيس لوحده، بس انا حبيت احطهم لك الاتنين في كل واحد في فولدر واحد، عشان ما تتوهش نفسك لو الحاجة جديدة عليك، لو الحاجة جديدة عليك النهاردة. طيب مبدئيا اول جزئية كده، انا عايز اعمل فانكشن اجيب كل التيتشرز الموجودة جوه الداتابيس، عايز اعمل فانكشن اجيب جوه، اجيب التيتشرز اللي موجوده جوه الداتابيس. طيب في البدايه اول حاجه اعملها ان انا هروح على عندي حاجه اسمها تيتشر ريبوزيتوري انترفيس. طيب في قواعد كده لازم بتتكتب عشان نبقى احنا واخدين بالنا احنا هنكتب فيها ايه. اول حاجه هعمل النيم سبيس بتاعتي، احط النيم سبيس بتاعتي الاب ريبوزيتوري. انا مش عندي هنا فولدر اسمه ريبوزيتوري اهو، انا بعمل نيم سبيس عشان يبدا فاهم الكلام ده كله. حلو قوي. ايه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ اهو تعالى كده، معلش خلينا بس ايه اخد الجزئيه دي واقفل القفله بتاعتي هنا. طيب في قوس زياده، هذا القوس الزياده، حاضر. هكتب بنفس الكلمه دي، بقول انترفيس ده تيتشر ريبوزيتوري انترفيس. مش احنا كنا عاملين ملف بي اتش بي اسمه تيتشر ريبوزيتوري انترفيس، او بقول انترفيس تيتشر ريبوزيتوري. كلام جميل. لاحظ حاجه، ايه هي؟ ان الكود البي اتش بي ستور مغيرهوليش، لاحظ كده. اول ما قلت عليه قال لي ايه؟ قال لي انترفيس، عشان هو فهمه من الكلمه دي، الحته دي. اول ما كتبت كلمه انترفيس هو فهم الجزئيه دي. اهو بص اهو، فهم الجزئيه دي كويس جدا. طيب كلام جميل لغايه الان، موجود وتمام زي الفل. انا كل اللي عليا عايز اعمل فانكشن، عايز اجيب كل التيتشرز. حلو قوي اهو، فانكشن عادي خالص، قلت له public function get all teachers، وسمي المسميات كيفما تشاء، سميها كيفما تشاء. ركز قوي، الانترفيس ده هحط الفانكشن بتاعي بس، كل فانكشن انا عايزه عايز احطه هحطه هنا. طيب باشمهندس هو سؤال، انت هتحط هنا وتحط ايه؟ اقول لك واحده واحده وركز معايا، وانت هتفهم كل حاجه هتوضح ليك. انا مش عايز اشرح لك كلام نظري كتير عشان ما توهكش، اتفرج وبعد ما نعمل كل حاجه هنشرح كل التفصيله اتعملت. انا هنا عملت فانكشن جوه الانترفيس، قلت له لو سمحت انا عايز كل التيتشرز. كلام جميل، حلو قوي. هروح على التيتشر ريبوزيتوري، التيتشر ريبوزيتوري ده اللي بيكون فيه الفانكشن اللي هو مثلا الاول وسيلكت اول الكل الكويري بتاعي. طيب ايه اللي هيكون موجود عندي في التيتشر ريبوزيتوري؟ اول حاجه هحط النيم سبيس بتاعي، ادا النيم سبيس بتاعي، انا بنده على النيم سبيس بتاعي، ادا اول خطوه. طيب هنا بقى هيختلف كلام تاني، ايه هي؟ تعالى كده زي الشاطر كده، وافتح لي دول واعمل الجزئيه دي. سيبك من الايرور دلوقتي، انا عارفه ليه. هنا انا قلت كلاس
teacher repository اللي هو ده هو. قلت له implement، انا عايزك بالبلدي كده، طبعا ده شغل يعني او او بي المفروض انت تكون فاهمه، بالبلدي كده انا بعمل implement مع teacher repository، يعني كل المكتوب نهو في الانترفيس انا لو استدعيته هنا يبقى هو عارفه. طيب هو دلوقتي عامل ايرور هنا ليه؟ اقول لك عامل ايرور ليه، لان انت بتقول له استدعي لي التيتشر انترفيس ريبوزيتوري. لاحظ حاجه، بيقول لي ان في عندي كلاس هنا، في عندي كلاس اهوت اسمه جيت تيتشرز، انت حاطه هنا في الانتر في الانترفيس صح، بس مش مستدعيه هنا، فحصل عندي خطا، حصل عندي خطا. طب تخيل لو انا جيت هنا قلت له مثلا بابليك فانكشن، احنا مسمينه ايه، قلت له جيت كذا جيت اول ده تمام، قلت له جيت اول وقلت له هنا هذا الفانكشن بتاعي، لاحظ ايه اللي حصل، الايرور راح على طول، الايرور راح، تخيل الايرور راح اهو، ما بقاش في اي مشكله خالص. تمام تمام طيب عايزين نعمل هنا مثلا حاجه، نقول له هنا مثلا تعالى نقول له ريتيرن ايكو مثلا اي كلمه هاي، حلو هو هنا ممكن مش فاهم كلمه ريتيرن، مش فاهم ايكو، طب خلينا نقول له الهاي دي كده نشوف هو هيقراها ولا لا، انا يعني مش عارف هو هتدي رساله ليه، هنشوف بس المشكله بتاعتنا ازاي، يعني هو هتدينا ممكن احيانا بي اتش بوستر. طيب حلو قوي، انا هنا دلوقتي مبدئيا عملت انترفيس، قلت له انا عندي فانكشن بتجيب كل التيتشرز، ورحت عامل هنا جوه التيتشر ريبوزيتوري وقلت له الفانكشن ده بتجيب الكلمه دي. طيب لغايه الان احنا كده تمام وزي الفل، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هتبقى مختلفه شويه، انا عملت الاثنين دولت، المفروض دلوقتي في بروفايدرز انا بنده عليه. طب تعالى كده ننده ونشوف، خلينا ننده ونشوف ايه اللي هيحصل. هنروح هنا على الكنترولر، على الاب، على الكنترولر، نروح على التيتشرز، الكنترولر تيتشرز، انا عايز في الاندكس هنا انده بقى على شغل الديزاين باترن بقى، ان هو يعرض لي اللي هي بتاعت اللي احنا كتبناها ديت اللي هي ريتيرن اول مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب قال لك عشان ان انت تقدر تنده على الكلام ده كله في حاجات او قواعد معينه كده احنا لازم نتفق عليها او نختلف، تعالى كده نتفق او نختلف لازم تكون موجوده، تعالى كده نروح على التيتشر. في البداية أول حاجة، أنت كل شغلك في الكنترولر إنك هتنده على الإنترفيس، أنت ما عدتش هتنده على الريبوزيتوري ده خالص، ده اللي بكتب فيه، بكتب فيه كل الفانكشن بتاعتي، لكن أنا بنده من هنا، هو بيعرف ده، لكن هو هنا يعني بص مضمون الكلام بالبلدي العك بتاعك كله هيكون هنا في التيتشر ريبوزيتوري، العك كله. فكل فانكشن فيها العك بتاعها انا لما اجي انده ما بندهش على العك كله، لا بقول له لو سمحت هات لي العك بس بتاع كذا، هو هيفهم، ما يندهش بقى اقول له هنا، انا هنا بس بهندله عشان يبقى هو فاهم انا بنده على مين فيهم. لغايه الان احنا تمام وزي الفل. هنا دلوقتي انا ضمنت قلت له اب ريبوزيتوري، انا بنده على الانترفيس اللي هو بتاع التيتشر ريبوزيتوري، كلام جميل حلو قوي. بعد كده دلوقتي عندي حاجة اسمها الكونستراكت، المفروض دلوقتي ان انا هسمح للكلام ده ان هو يدخل عندي فين؟ اهو ده بقول له لاحظ سيبك من دلوقتي، بقول له بيتش اللي هو public function construct، انا عندي حاجة اسمها teacher interface هتساوي المتغير ده. طيب قبل حاجة هنا باجي اعمل هنا كلمة protect واقول له المتغير ده يساوي ده، يعني ايه يا باشمهندس؟ واحدة واحدة، أنا مضمون الكلام، بعرف متغير في البداية ده شغل لايف واير زي ما أنت كنت فاهمه كده عشان يدخل معايا في الكنترولر، لأن ده اللي أنا هشتغل عليه وهلعب عليه، سمي كيفما تشاء، قلت له المتغير اسمه عباس، أهو أنا عندي متغير اسمه AAA، قلت له public function constructor، المفروض دلوقتي دي مفيش فيها تأليف، أنا عندي teacher repository interface، قلت له هنا هيساوي إيه؟ هيساوي مثلا على سبيل المثال على حسب المتغير اللي انت حطيته فوق هو نفس المتغير هنا، ركز في دي قوي. فانا قلت له هنا خليني بس عشان نبقى ماشيين بنفس المسميات يعني ما نقلفش يعني تمام، قلت له انا عندي بروتكت تيتشر
قلت له انترفيس هيساوي التيتشر، وقلت له ذس تيتشر بيساوي ايه المتغير بتاعي، عشان انا هنده بعد كده على كلمه تيتشر هي اللي بنده عليها. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وزي الفل. لو جيت هنا قلت له return this، لاحظ حاجة، أول ما أضغط هنا قلت له teacher، أنا بنده على التيتشر اللي هو يعتبر مضمون الكلام، بنده على الانترفيس. لاحظ أول ما عملت كده، لاحظ إيه اللي حصل، قال لي get all teachers. انت عايز الفانكشن بتاع جيت اول تيتشرز؟ قلت له ايوه انا عايز الفانكشن بتاع جيت اول تيتشر ده. تمام تمام، تعال نجرب نعمل ريفرش ونقول بسم الله، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل معانا او يحصل معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى اللي حصل هنا؟ اقول لك ايه اللي حصل هنا، تعالى بقى الجزئية مهمة جدا خد بالك منها، أنا سبتها ليك في الآخر عشان تبقى أنت فاهم الحتة دي. الإيرور ده أنا ما كنتش حاب، أنا كان ممكن أعمله وأمشي في الخطوات بتاعتي، بس أنا حبيت إن أنا أبينها لك هنا عشان أوعى في يوم من الأيام تنسى الحتة دي، الحتة دي هتكون مهمة جدا عندك. المفروض إن أنا أعمل أصلا بيلدينج للحاجة دي جوه البروفايدرز. طيب كلام جميل، باشمهندس أنا مش فاهم الجزئية دي خالص ولا فاهم الخطوات، أنت توهتني، هل في موقع أو أي حاجة يعني تخليني أعرف أمشي الخطوات دي بشكل صح أو الكلام ده كله؟ لو قلنا مثلا، لو قلنا هنا مثلا قولوا ديزاين، ديزاين باترنز مثلا، لارافيل مثلا، أيا كان، أي موقع من ضمن المواقع مثلا، هيشرحها لي بشكل سليم عشان تبقى أنت فاهم الآلية بتمشي إزاي يعني. ده طبعا موقع بفلوس وحاجات زي كده، خلينا ناخد مثلا اي موقع زي ده، اقول له مثلا سي مثلا انا عايز اقول له مثلا ليه ابديت انسيرتد ليت، ايا كان يعني اي حاجه، اي ريبوزيتوري هنا موجود هو هيعرضه لك اهو. بيقول لك امبلمنت اللي هو سي ار يو دي اللي هي الابديت والانسيرت والديليت والكلام ده كله، بس في بعض الاحيان في حاجات يعني ممكن تكون عك عليك شويه وهتتوهك شويه ايه، فما تشغلش بالك بيها. لا الموقع ده مش هيكون لطيف معاك، هتحس ان الدنيا صعبه. ناخد الموقع ده تاني مثلا، بص يا معلم اهو بنفس الاليه، بنفس الاليه بالظبط اهو. دلوقتي المفروض دلوقتي انا عندي هنا هتمشي معاه بالترتيب، بس انا عندي الخطوه الوحيده اللي ناقصه عندي هنا كمل، احنا كل ده عملناه ومشينا تمام زي الفل، كمل 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 كل ده بنعمله. لاحظ هنا بقى بدا الحاجه هنا، قال لي ايه، ان هو عايز يحط السيرفيس بروفايدرز، عايز يقول لك اننا هنا نعمل بروفايدرز مظبوط. طيب احنا عايزين نقول له مثلا على سبيل المثال احنا هنا عايزين نعمل اب اتش تي تي بي، المفروض يكون عندي حاجه اسمها بروفايدرز هنا، في فانكشن ممكن تعمل الكلام ده كله او بي اتش بي ارتيزن مثلا. طب لو قلنا له مثلا هنا جينا في لارافيل نقول له بي اتش بي اي ار تي اي اس ان ال اي اس، نشوف الليسته اللي موجوده جوه البي اتش بي ارتيزن، المفروض عندي اهو. لاحظ عشان اعمل بروفايدرز بقول لك ان انت المفروض بتعمل بي اتش بي ارتيزن ميك بروفايدرز وتعمل كرييت نيو سيرفيس بروفايدرز كلاس، لو انت عايز تعمل بروفايدرز لازم نضمن الكلام ده كله. طيب فاحنا هنقول له هنا على سبيل المثال اهو واحده واحده، هنقول له بي اتش بي اي ارت هذا الميك بروفايدرز، والمفروض عندي الاسم بتاعي انا هشوف بس احنا مسمينه ازاي، سميه كيفما تشاء اهو، سميه كيفما تشاء، انا هسميه بس بنفس المسميات عشان ايه ما توهش نفسي، انا هسميه بالجزئيه دي اللي هي ريبوزيتوري سيرفيس بروفايدرز مثلا. اقول له انا بقول له دلوقتي بقول له لو سمحت انشئ لي بروفايدرز بالاسم ده، ونضغط اوكي. حلو قوي، نرجع هنا كده على الاب البروفايدرز، المفروض عندي هنا عندي حاجه اسمها ريبوزيتوري بروفايدرز،
كلام جميل. قال لك ان انت المفروض هنا تعمل ريجستر للبروفايزر الانترفيس بتاعك، اللي هما الحاجتين اللي هو التيتشر ريبوزيتوري انترفيس والتيتشر ريبوزيتوري، لازم اعمل لهم ان انا بضمنهم عني او بسجلهم عندي. حتى كمان هو بيقول لك شوف اهو، انت بتقول له ممكن تقول له زيس كذا وتبدا كذا. طبعا ده لارافيل 8 ممكن يعمل معاك الجزئيه دي، فاحنا مش هنعمل الجزئيه ديت، احنا هنعمل دي عشان اوريك هتمشي ازاي. انا هنا بسجل البروفايدرز بتاعي، لان انا هنا اصلا لما جيت اعمل رساله هنا بيقولوا خد بالك انت مش عامل له بيلدنج هنا، انت مش عامل له، مش مضمنه جوه البروفايدرز. انا مش عارف اصلا انت بتقول لي في حاجه اسمها تيتشر ريبوزيتوري انترفيس، ايه هم مين دولت؟ انا مش عارفهم. فانا في الحاله دي بسجله عشان افهمه، بقول له خد بالك ريجستر، انا في عندي هنا عندي حاجه اسمها ريبوزيتوري، في عندي الريبوزيتوري انترفيس للتيتشرز وعندي الكلام ده كله. طيب هتحس ان الدنيا صعبه عليك باشمهندس، انت معقد لي الدنيا وقاعد تخليني اسجل هنا واسجل هنا واسجل هنا واعمل ريبوزيتوري انترفيس واعمل ريبوزيتوري مش عارف ايه. انا بتعب في بدايه التاسيس بتاعي، لكن بعدين هتحس ان الامور سهله بالنسبه لك، ولما نشتغل بالاكواد دي هتحس بالنسبه لك في سهوله رهيبه جدا. تمام. طيب خلينا كده نعمل، نرجع كده بعد ما سجلنا في الانترفيس بتاعنا نشوف ايه اللي هيحصل معانا، هيدينا ايرورز ولا لا. نقول المعلمين ونضغط اوكي. تمام، هو مش فاهم لسه برضو هنا، مش فاهم الجزئيه دي ليه. هو كده المفروض يكون عارف البروفايدرز بتاعي. طيب خلينا بس نتاكد من حاجه، انا شاكك هنا في الفانكشن بتاعي. طيب تعال بس ناخد فانكشن تاني ونشوف، لان انا شاكك في الفانكشن بتاعت الريتيرن ديت. هنا في الريسورس المفروض عندي هنا، هاخد بس الكود بتاعي هقوله ريتيرن مثلا الجزئيه دي، انا عايز اقوله ريتيرن، انا عايز اقول له هنا هشتغل صحيح شغل صحيح يعني، مثلا return teacher المفروض اقول له import class عشان يجيب لي الموديل بتاعي. تمام، وهنا ده الفانكشن بتاعي اللي بنده عليه، وده بقول له انا عايزك ترجع لي بكل التيتشر. تمام تمام، وهنا المفروض في الكنترولر اقول له ارجع لي بالفانكشن ده. تمام حلو، تعالى كده نعمل هنا نقول له احنا عايزين مثلا نعمل اي متغير اسمه مثلا اكس اكس مثلا يساوي ده مثلا، وقلت له دي دي اطبع لي الاكس اكس مثلا. اتاكد بس هو هيطبع ايه، المفروض يعني هيطلع لي اري فاضي يعني، لان احنا كده كده اوريدي ما عندناش اي حاجه في جدول التيتشرز خالص يعني. تمام نروح هنا، برضو بيقول لي ان هو مش شايف في البيلدينج، ليه مش شايف الاب هنا، هو مش شايفه is not intended. طيب خلينا نتاكد من حاجه، طيب خلينا كده بس نشوف ايه المشكلة معانا. هو كده دلوقتي نتأكد بس جايز في عندنا حاجة مش مكتوبة مظبوط او مش صح هنا. طيب نقفل كده، احنا سجلنا في البروفايدرز بتاعنا، هو في الكنترولر هنا المشكلة بس ان هو مش فاهم الجزئية دي. طيب هو انا هنا وانا قلت هنا الكونستراكتور بتاعي لو سمحت انا عايزك تجيب لي الانترفيس بتاعي اللي هو بتاع التيتشر، قلت له زيس تيتشر يساوي التيتشر. كلام جميل، كده كل حاجة مظبوطة،
كده انا عندي كل حاجة مظبوطة وصحيحة 100%، مفيش فيها اي مشاكل خالص جدا. طيب نعمل حاجة، طيب انا بحب اشتغل معاك لايف، محبش ان انا اقفل لك الدنيا. انا كان ممكن اوقف الفيديو واقول ايه المشكلة، ولو سمحت اعرض لي المشكلة دي ايه او الكلام ده كله. احنا ممكن نقول المشكلة بتاعتنا ديت عايزين نشوف لها ايه هي الحل بتاعها. بيقولك ان انت المفروض في البروفايدرز تكون مضمن الجزئيات بتاعتك ديت في الكونفيج. اوه ماي جاد، بس كده تمام. في خطأ فادح عندنا، ايه هو؟ نسيناه. انا في حاجة نسيتها، معلش، انا اسف جدا جدا جدا. لو احنا رجعنا على الموقع بتاعنا، يعني في حاجة احنا ممكن، يعني في غلط احنا اتنسى شوية. ايه هو الخطأ اللي اتنسى؟ دلوقتي انا عملت بروفايدرز، يعني انا انشأت دلوقتي بروفايدرز. انا عندي هنا بروفايدر اتنشأ، اللي هو اسمه كذا ريبوزيتوري مش عارف ايه الكلام ده كله، صح؟ المفروض دلوقتي ان انا اعمل له ريجستر. يعني مثلا لو رحت على الاب، المفروض روح هنا على الكونفيج اب، لازم اسجله هنا. تعالى كده لو نزلنا تحت كده، البروفايدرز بتاعي لازم يتسجل هنا. يعني لاحظ هنا، انت عندي هنا عندك، بص لاحظ حاجة انا عايز اقول لك بس عشان انت فاهمها. المفروض دلوقتي انا عندي هنا، لو رحت على الاب بروفايدرز، صح، انا عندي هنا اب سيرفيس بروفايدرز اهو، هو مضمنه، وعندي مش عارف ايه اللي هو اوس سيرفيس مضمنه، وعندي مش عارف ايه البرودكاست ديت مالناش دعوه بيها دلوقتي، وعندي الايفنت، وعندي وعندي وعندي. طب انت ضايف بروفايدرز هنا ومش عامل له تضمين هنا، انت مش مضمنه مع الناس دي، فبالتالي هو مش شايفه اصلا. الخطأ الفادح اللي احنا عملناه ان احنا ما ضمناش البروفايدرز بتاعنا هنا. شيل البي اتش بي دي كده، ان شاء الله مفيش اي مشكلة هتحصل معانا. نرجع كده نقول بسم الله، ونجرب ان شاء الله هيقول لنا يرجع لي فاضي. حلو قوي كده، اشتغل معايا الريبوزيتوري بتاعي شغال بشكل صحيح. خد بالك الايرور ده، انا كان ممكن اوقف الفيديو وانهي الكلام ده كله، هو بس سهو، بس انا نسيت ان انا المفروض اصلا. حتى كمان هنا في مسج، يعني انا اول ما شفتها افتكرت على طول، بيقول لك مضمون الكلام انك لازم تروح على الكونفيج بتاعك عن الاب وتعمل ريجستر للبروفايدرز اللي احنا ضفناه، فانا نسيت الجزئيه ان انا اعمله ريجستر اصلا. تمام، كلام جميل. طيب خلينا بقى كده نغير حاجه، خلينا نروح على الاب كده ونروح على البروفايدرز بتاعنا، احنا سجلناه تمام وزي الفل. نروح هنا على الانترفيس دي كده، احنا عايزين نقول له مثلا، خلينا مثلا نقول له ريتيرن مثلا، ارجع لي بجمله سترينج مثلا دي كده مثلا، نشوف هيرجع بيها ولا لا. اهو رجع بيها عادي اهوت. اذا دلوقتي فايده الانترفيس، انا بنده على الانترفيس، لكن الكود بتاعي اللي بنده عليه هنا، بنده على الانترفيس اهو، ده الانترفيس بتاعي، ده اللي بنده عليه. بقول له انا لو سمحت انا عايز حاجه اسمها جيت اول تيتشرز. لاحظ حاجه، ايه هي؟ انا كده دلوقتي الكونستراكتور ده سمحت ان هو يدخل معايا. بعد كده لو عايز استدعي اي حاجه، اول ما اقول كلمه زيس واقول له زيس ايه، بيقول لي تيتشر، لان انا معرفه عندي اهو. كلام جميل. اول ما بعمل كده بيقول لي انت عايز ايه من التيتشرز. طبعا كل الفانكشنات اللي انا هحطها في التيتشر هو هيقراها هنا، يعني هو هيقراها هنا خالص. تمام، طب تعالى اقول لك على حاجه، انا ممكن بعدين في وقت من الاوقات احنا عايزين نبحث بالاي دي، عايزين نبحث بالاي دي. كلام جميل. فانا هنا بقول له public function get id، وبحط له مثلا سي مثلا متغير اسمه id. باراميترز عندي هنا، الباراميترز ده قابل للتغير مثلا على سبيل المثال، وليكن سي مثلا، وهنا قلت له الاي دي. انا بس بوريك حاجه جزئيه معينه بس كده. لاحظ هنا لما اجي في وقت من الاوقات استدعي التيتشرز اهو، قلت له تيتشرز مثلا، لاحظ، وقلت له هنا انا عايز استدعي، قال عايز استدعي مين؟ قلت له عايز استدعي التيتشرز هنا. لاحظ حاجه، قال لي بايه؟ بيقول لي required parameters id. المفروض دلوقتي انت في حاجه هتمررها لي هنا، فانا لازم اقول له واحد، او اقول له اثنين، او اقول له كذا، او الكلام ده كله. اذا دلوقتي انا لازم امرر البارامتر بتاعي، لان هنا اصلا في الانترفيس بتاعي انا بقول له ان في بارامترز عندي، ف
فبالتالي لما جه استدعوه لي قال لي خد بالك الفانكشن اللي انت عايز تستخدمه بتاع الجيت اول ده بيخص حاجة معينة، فلازم يكون لها بارامترز موجود. فهنا دلوقتي الفانكشن اللي احنا هنعمله بتاعنا ان احنا المفروض عايزين نقوله return all، ان احنا عايزين نرجع بكل التيتشرز. خلاص احنا كده فهمنا الجزئية ديت، ان احنا هنرجع بالall teacher. تمام لغاية الان احنا تمام زي الفل. طبعا هو المفروض دلوقتي هيرجع لي بغلط هنا. ليه اقول لك هيرجع لك بغلط هنا؟ لان احنا مش عاملين الجزئية ديت. طبعا هيرجع لي بفاضي لان انا ما عنديش اي حاجه في التيتشرز الكلام ده كله ولا عندي اي شيء فيها. تمام اشوف بس وقت الفيديو 57 دقيقه. اعتقد ان انا يعني الجزئيه بتاعه الريبوزيتوري كانت لازم تتشرح بجزئيه سهله وفي نفس الوقت تكون واقعيه، عشان ان شاء الله باذن الله الدرس الجاي هنعمل فانكشن هنا، احنا هنجيب الريبوزيتوري بتاع الاول وبعد كده هنعمل انسيرت وابديت وديليت. فدرس النهارده يعتبر انا كنت بشرح لك الجزئيات المهمه جدا، ازاي نعمل ديزاين باترن، ازاي ان انا اضيفه في البروفايدرز، ازاي نعمل بروفايدرز، ازاي ان انا انده عليه، الكلام ده كله مهم جدا لينا ان شاء الله. فباذن الله باذن الله ان شاء الله الدرس الجاي هنعمل الابديت والانسيرت والديليت عن طريق الريبوزيتوري انترفيس والحاجات دي كلها، وهتحس ان الكنترولر بتاعك ده هيكون عباره عن 5-6 اكواد تعمل ابديت وانسيرت وديليت فيه. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.